لو حللنا الصراع الإسرائيلي العربي وهجوم إسرائيل على غزة وخسائر إسرائيل التي فقدت فيها الكثير من الجنود والمعدات واقتصادها الذي تردى، نعرف أن أمريكا تدعم إسرائيل بجسر جوي اقتصاديا وعسكريا يوميا، جسر بحري وجوي لإمداد إسرائيل للوقوف. ونقول إن الحرب دي لو حللناها هنلاقي فيها مجموعة من الدروس المستفادة يجب أن نعلمها جميعا. أولها تغير المعلوم والمعروف عن جيش إسرائيل أنه جيش القتال لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، ثم لا بد أن يعود إلى السلام لأنه لا يتحمل القتال لفترة كبيرة ولا يتحمل اقتصاده ذلك. إسرائيل تقاتل لمدة عام حتى الآن، وأمريكا تكفلت بدعمها سياسيا واقتصاديا في كل الأحوال، وبالتالي لم تتوقف إسرائيل ولم يحدث لها كساد اقتصادي ولا توقف رغم توقف جزء من شركات دعم العمل، إلا أن الذي تعودناه في إسرائيل القتال لمدة محدودة لم يتم واستمرت لمدة عام. النقطة الثانية أن إسرائيل كانت تقاتل في جبهة ولا تفتح في الجبهة الأخرى إلا بعد الانتهاء من الجبهة الأولى، وهنا نرى أن إسرائيل كعادتها التي تعودنا فيها لم تنفذها. الآن تقاتل في جبهات، تقاتل في جبهة غزة وتضرب يوميا بالطيران مباني فيها، ويتواجد لها جنود داخل غزة في احتلال غزة، وتقاتل في اتجاه الجنوب وتحاول الوصول إلى أهداف بعمق الجنوب لتأمين الجانب اتجاه الجنوب الشمالي لها، ثم أنها تستعد لضربة جوية مركزة في اتجاه إيران لرد الضربة على إيران. هذا غير متعود في إسرائيل، أن تفتح في عدة جبهات، ولكن طالما أن إسرائيل لا تقاتل بمفردها وأنها تقاتل بمساندة كاملة ومستمرة من أمريكا، إذن إسرائيل ليست بمفردها في الميدان، إسرائيل تدعمها أمريكا. ولا أشك لحظة أن يكون هناك طيارين أمريكان بيقوموا بالقصف من ضمن الطائرات الإسرائيلية، وأن الأسطول الجوي الأمريكي يعمل بجوار الأسطول الجوي الإسرائيلي. وبالتالي ما أراه الآن هو تغير في كل ما نعلمه. إذن هناك تحديث للمعلومات عن إسرائيل. أولا أنها لديها قوة تكنولوجية عالية، لديها قوة صاروخية جبارة، لديها قوة جوية مسيطرة فعالة، ويجب أن نضع في اعتبارنا حجم عدونا حتى نستطيع هزيمته والوقوف وكسره. إذا لم تقدر عدوك تقديرا كاملا وسليما فاعلم أن الخسارة في جانبك. وبالتالي ما نقوله ليس تعظيما للجيش الإسرائيلي ولكن تقييما للموقف، تحليلا للقوة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي تضخم ولديه القدرة على القتال في أكثر من اتجاه وأكثر من محور، ولديه القدرة على السيطرة الجوية بطيران متفوق ذو قدرة عالية F-15 وخلافه. وبالتالي يجب أن نعرف حجم عدونا حتى نستطيع هزيمته إذا تعرض لنا أو أتى إلى أرضنا. النقطة الثانية أن إسرائيل لديها قدرة دفاع جوي والقبة الدفاعية الصاروخية بتاعتها، قدرة الدفاعية الصاروخية بتاعتها عالية جدا، وبالتالي معظم الصواريخ التي أرسلت في اتجاهها تم إسقاطها إما بواسطة الدفاع الجوي الأمريكي الصاروخي من البحر أو عندما وصلت إلى القبة الدفاعية الإسرائيلية. دي نقطة. تلت بقى أن إسرائيل التي لا تقاتل أكثر من 3 شهور تستمر في القتال لمدة سنة وستزيد ويفتح جبهات أخرى. أن إسرائيل التي تقاتل على جبهة واحدة تقاتل على أكثر من جبهة الآن وبنفس الكفاءة. يبقى الجيش الإسرائيلي ليس ضعيفا وليس مهزوزا، ولكنه تمرس على القتال في غزة وينفذ ما تدرب عليه في غزة بواسطة نفس الفيلق
داخل جنوب لبنان الآن، كما أنه تمرس على القتال لفترات طويلة والاستمرار، وتمرس على الإمداد على خطوط طويلة، يعني إمداده لخطوط غزة ضعيف، لكن إمداده للبنان خطوط طويلة بالنسبة للإمداد وعلى أقصى من محور للإمداد، ده وضحت قدرة الجيش الإسرائيلي عليه. كمان استمرار الدعم الأمريكي بلا هوادة والمستمر وبجسر جوي وبحري مستمر، يدل على أن أمريكا تدافع عن إسرائيل كأحد الولايات التابعة لأمريكا، وأنها لا تتوقف عن هذا الدعم مهما كلفها، حتى أنها توقفت عن دعم أوكرانيا لصالح إسرائيل، لأن إسرائيل الآن لديها أهم من أوكرانيا. النقطة الجوهرية بقى اللي بانت، أن أمريكا عندما وضع العرب في كفة وإسرائيل في كفة، رجحت كفة إسرائيل وسقطت كفة العرب، لم تضع اعتبارا للأمة العربية. الأخطر من كل ده بقى، عندما كان التقارب والقبول لإسرائيل كدولة في وسط الجسد العربي، وكان هناك قبول سياسي وسيتحول إلى قبول شعبي، بدأ نتنياهو فدمر كل شيء، وحول السلام إلى عداء، وحول الحب إلى كراهية، وخلق جيلا متناهيا من الصغر إلى الكبر يكره إسرائيل، وسيزود ذلك خلال سنين قادمة طويلة. إذا نتنياهو دمر قدرة إسرائيل على التواجد الآمن وسط الأمة العربية، بل أكد للأمة العربية أنه لا يريد السلام ولا يريد التعامل ولا يريد التقارب، وكل ما يريد أن يتوسع فيرجع إسرائيل الكبرى على إيديه. إذن هو مشروع استيطاني، مشروع توسعي، قام بقيادة دولة إسرائيل وينفذ ما يريده الآن، مستغلا ما حدث في 7 أكتوبر، لأن عملية 7 أكتوبر كان رد عليها محدود يبقى محدود، لكن هي عملية موجودة مخططة داخل إسرائيل، عندما تتوفر الظروف يقوم بها. توفرت الظروف بعملية 7 أكتوبر، فقام بالعملية بمراحلها كاملة، أنهى على غزة ووصل إلى حدود الآمنة بينه وبين مصر، حتى محور فيلادلفيا استولى عليه وخلق أعداء مع مصر، سوف يزداد قريبا، وسوف تزداد الحدة عندما يتفرغ لمصر، وبدأ في اتجاه جنوب لبنان، وسيتحول منها إلى الضفة الغربية، وبعد الانتهاء من جنوب لبنان والضفة الغربية سوف يكون الدور على مصر، ويجب على مصر أن تستعد لذلك، وسوف يحاول أن يفرض على مصر نظاما غير ما تم الاتفاق عليه في معاهدة السلام، وهنا ستكون الطامة الكبرى. وأعتقد أن إسرائيل تعلم جيدا أنها تستطيع أن تدخل لبنان بسهولة، تستطيع أن تقاتل في غزة قرب العصابات، وأن تستطيع أن تنتصر في بعض معاركة، ولكنها إذا قدمت على مصر فستجد جيشا منظما، جيش أسلحة مشتركة، سترى الويل وظلام الليل، وسيكون جيشا قويا قادرا على الردع. إذا إسرائيل لا تخشى أن تجابي أحدا كما تخشى الجيش المصري، كما أنها لم تتقدم في اتجاه مصر ولم تستعدي مصر بالمعنى المعروف، لأنها تعلم أنها إذا تقدمت في اتجاه الجيش المصري سيكون ردعها واضح وقدرة الجيش المصري واضحة، وأنها ستكون جيش قوي منظم أمام جيش آخر قوي منظم، ستكون النتائج خسائر فادحة للطرفين، ولكن الأقوى هو صاحب الأرض، والذي يعرف أرضه ومخارجها ومداخلها، والذي سيدمر أي قوة تحاول الاعتداء عليه. إذا نتنياهو هو رجل خلق لإسرائيل، لخلق إسرائيل الكبرى، ويسعى لذلك الآن، ولن يتوقف طالما تدعمه أمريكا بهذا الشكل، وطالما أنه يحكم النظام السياسي في أمريكا ويحكم التوجهات للشعب الأمريكي لصالح إسرائيل، وطالما أن أمريكا لا زالت تضع الولاية 51 عندها التي تدافع عنها بكل أمانة وتقدم لها الدعم بكل باستمرارية كاملة وبلا توقف، يبقى نتنياهو مش هيجيبها البر.